الله، انت جيت امتى؟ انا هنا من بدري. امال كنت فين؟ واوعى تقول لي كنت مع صفوت، عشان انا كلمته في التليفون وقال لي ان انتوا ما شفتوش بعض النهارده. انا فعلا ما كنتش مع صفوت. يعني كنت بتكذب عليا؟ ايوه يا حبيبتي، كذبت عليكي عشان كنت بجيب لك الخاتم ده. اخس عليا، ده حلو قوي. ميرسي يا حبيبي. ميرسي على ايه بس؟ دي اقل حاجه ممكن اجيبها لك. انا حسيت ان انا مقصر في حقك قوي اليومين اللي فاتوا دول، فقلت اجيب لك هديه تعويض عن كل حاجه. معاك حق، احنا فعلا بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعض لوحدنا. هنسهر مع بعض النهارده. بس انتي سبت منا فين؟ سبت منا في اوضتها. بس انا لما جيت ما لقيتهاش. ويوم ورا يوم اتحول اعجابي بيها عين لحب، وهو كمان كان بيبادلني نفس الشعور وطلب ايدي وانا وافقت، لكنه اشترط ان الجواز يبقى في السر. معلش يا مريم، انا اهلي متزمتين شويه، يمكن ما يستوعبوش فكره جواز الفنانه. مالها الفنانه يا دكتور؟ انا بقدم فن محترم، والادوار اللي هتجيلي هخليك تقراها انت الاول. اللي هتقولي لا ما تعمليهوش مش هعمله. مريم ارجوكي، لو بتحبيني وافقي. انا مش عايز مشاكل في شغلي، بالذات اني ماسك منصب العين هتكون عليه. وافقت، وفعلا اتجوزنا عرفي، وطلب مني انه يشيل الورقتين معاه. قال لي انه حابب نعيش سوا في شقتي لغايه ما اموره الماديه تتحسن. وبعد الجواز بشهرين سمعته كان بيتكلم في التليفون، وقال لي اللي بيكلمه ان صفقه الانسولين المغشوشه وصلت. في الاول كنت فاكره انه بيتكلم عن خبر قراه، بس بعدها بفتره كنت بتفرج على النشرة في التلفزيون. ما زالت نيابة أمن الدولة العليا تواصل تحقيقاتها. سمعتهم بيتكلموا عن وفاة أكتر من 300 شخص بسبب الأنسولين المغشوش. هي أحدث موديل، ومرة وأنا برتب له لبسه لقيت في جيبه إيصال إيداع من البنك، والمبلغ اللي فيه بأكتر من 3 مليون جنيه. الشك اللي كان جوايا بدأ يكبر. في يوم تعبت شوية. مبروك، حضرتك حامل. رحت أكشف عند الدكتور. الله يبارك فيك يا دكتور. طايرة من الفرحة، هباء أم. فرحتي بالموضوع ده خلتني نسيت الشك اللي جوايا ناحيته، وقلت أكيد هيفرح لما يعرف. أحلى خبر هتسمعه في حياتك، أنا حامل. إحنا مش اتفقنا إن مفيش خلفة؟ الجنين ده لازم ينزل، وإلا هوريك الوش التاني. أنا مقدرش أقتل الروح بإيديا. يبقى قتلكوا انتوا الاثنين. ساعتها حسيت انه شخص تاني غير اللي عرفه. وبعد ايام لما سألني عملتي ايه، اوهمته اني نزلت الجنين. وفي يوم صحيت على صوت جاي من بره الاوضه، قربت من الباب لقيت واقف مع شخص غريب. الشخص ده كان اسمه تي زين. عرفت انه بيشتغل في مينا اسكندرية، واخد من جوزي شنطة فيها فلوس رشوة.
وقال له إن صفقة المستلزمات الطبية اللي خرجت من المينا اتعمل لها كمين واتمسكت، وإن البوليس اكتشف إنها ملوثة بالدم وغير صالحة للاستخدام. وقتها جوزي حاول يطمنه وقال له إن اسم المستورد الموجود جوه الأوراق ده اسم وهمي، وهو اللي مزور بالاسم الوهمي ده بطاقة ورق شهر عقاري. وتيه زين قال له إن زميله في المينا سين غين هو اللي مضى على موافقة الدخول، وإنهم هيخلوه هو كبش الفدا للقضية. بعدها خدت قرار إن ما ينفعش أعيش معاه بعد ما عرفت حياته، بس كان لازم قبل ما نتطلق أخد عقد الجواز الحرفي، ثاني ده اللي بيثبت نسب الجنين اللي في بطني. ساعتها أيقنت إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فتحت الخزنة اللي بيشيل فيها أوراق، ملقتش فيها ورقة جوازنا، بس لقيت اللي يثبت لي إني كنت صح. وفعلاً اتطلقنا بعدها. حتى كلمتك. طب متشكر، متشكر يا جنى. دول ما كلمتهاش، احنا كده تقريبا كلمنا كل صحباتها اللي ارقامهم على التليفون. قبل ما تخرج كانت بتكلم عز، دي اخر محادثه ليها. فين؟ منا نايمة في قط جوه. تعالي عايز اتكلم معاك. انا مش جاية اتضايف، انا جاية اخد بنتي وماشي. قومي قومي، تخرجي من البيت من غير ما تقوليني؟ مش مالي عينك انا؟ الله الله الله، كلامي ما بتسمعكش ليه؟ ما بالراحة يا ماما، في ايه؟ اخرس انت خالص، يعني ايه اتصل بيك وما تردش عليا؟ انا كنت نايم وعامل موبايلي سايلنت، انت عامل لك ايه؟ بس عيب عيب يا غدا اللي انت بتعمليه ده، البنت في بيتي. وبعدين انا كلمت كذا مره انت وجمال محدش بيرد. عايز تخرج من غير ما تقولي لي عشان تبقي صايعه زي اخوك الصايع؟ بس هي ما راحتش لحد غريب، دي راحت لجدها. مالكش دعوه انت، ما تتدخلش، انا عارفه ازاي اربي بنتي كويس. عمرك ما هتعرفي تربيها. عشان تعرفي تربيها لازم انت كمان تتربي كويس وتتعلمي ازاي تكلمي ابوك باحترام. قدامي اوعى. امشي. حقك عليا يا هلال، ما تزعلش. هلال كامل صحفي معارض كان يعمل في الجريده الرسميه للدوله، وتم تكريمه من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات باعتباره مراسلا حربيا، شغل منصب رئيس تحرير الجريدة القومية، ولكن تم إقالته لكثرة المشاكل التي أثارها مع رؤسائه بعد أن شن هجوما على رئيس الوزراء بسبب قرارات خصخصة الشركات العامة سنة 92. ولم يكتفي بذلك،
بل احتد وثار على رئيس الجمهورية نفسه. وبعد إقالته اختفى عن أضواء الصحافة سنوات، دخل في حالة اكتئاب بعد وفاة زوجته التي داهمها المرض ولم يستطع علاجها على نفقة الدولة. ثم تم تعيينه في جريدة نبض الشعب المعارضة، وعاد ينشر مقالات مليئة بالإسقاطات السياسية منذ ذلك الوقت. نبض الشعب، نبض الشعب. نبض الشعب. ماشي يا عم نبض الشعب. من فضلك عايز اقابل استاذ جمال. استاذ جمال مين؟ امين عام مراسم مجلس الوزراء. اقول له مين حضرتك؟ هلال كامل. ثانيه واحده. اوكي انستازيا، I don't want to talk about the past. اوكي as you like, but I will not send mother to Egypt. I hope you forget that idea. Your thoughts are still the same. Yes, because I see what is happening in Egypt from terror. And I have right to fear for my son. I want to talk to Mado. Mado? Hi, Daddy. I miss you. I miss you too, Mado. I will send you so many games soon. Thank you, Daddy. أنا لو أعرف إن أنا هستناك كتير كنت جبتك البيت أرحم. أنت هتنور في أي وقت يا عم، مع إني متضايق من مقالك الأخير. ما كانش له لازمة يعني تخبط في الحكومة، أنت كده بتحطني في موقف حرج. الموضوع ضايقك أه، بس هو عجب ناس كتير. كنت متوقع الرد ده. خير؟ أنا جاي لك بخصوص زيزو منا. أنت جاي لي شغلي عشان كده؟ كان ممكن تكلمني في التليفون أسهل يعني. وانتوا بتردوا على التليفونات خالص. انا مش هاخد من وقتك كتير. شوف حضرتك، انا مش عاجبني طريقه معاملتكم مع منا. البنت محتاجه للي يقف جنبيها ويساعدها، ومش عشان غلطه، انا على الاقل المشنقه. انا مش عايز اللي حصل مع زيزو يحصل لمنا. ما ترموش عيالكم يا جمال. تمام. حاجه تانية يا عمي؟ لا، انا قلت اللي عندي. يا نو أرجوك رد عليا. والله العظيم أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك. وعايز أقول لك كمان إن الفترة اللي فاتت دي أنا اتغيرت كتير. محتاجة أقابلك بس نص ساعة تسمعيني فيها. ممكن أدخل؟ رؤوف زياد. إزيك؟ إزيك زياد؟ إزيك رؤوف؟ عامل إيه؟ إيه؟ جاي زيارة لمين؟ لا مش زيارة، أنا اتنقلت هنا من أسبوع. بس انت كنت في اجازه. نقلت. مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. وايه بقى الواسطه الجامده اللي جابتك معانا هنا؟ شغلي. الملف بتاعي هو واسطتي يا زياد. منور الدنيا يا حبيبي. اهلا يا رؤوف. وعايز اقول لك كمان ان الفتره اللي فاتت دي انا اتغيرت كتير. محتاج اقابلك بس نص ساعه تسمعيني فيها. اتفضل. صباح الخير يا حبيبتي. ايه مش هتفطري معايا قبل ما تنزلي ولا ايه؟ لا شكرا. زياد كان بيكلمك في التليفون مش كده؟ انا كنت سامع صوته. ايوه كان بيبعت لي على الواتساب. انا مش عارف هو عايز ايه تاني بعد اللي حصل. غريبه انت بتسالني انا؟
أنا هتصل بيه وهحذره، وإذا ما بعدش عنك أنا هيكون ليه معاه تصرف تاني. ملوش لزوم، الموضوع مش مستاهل. أنا عارف يا حبيبتي إن أنا غلطت لما ضغطت عليك عشان تتجوز زياد، بس صدقيني والله أنا ما كنت بفكر إلا في مصلحتك. أنت طول عمرك بتفرض عليا أعمل إيه وما أعملش إيه، عمرك ما اديتني حاجة واحدة بس أختارها بنفسي. معلش سامحيني يا حبيبتي، أنا ما كنتش بفكر إلا في مصلحتك، بس أنا عمري ما تخيلت إن زياد تلميذي يبقى ندل بالشكل ده. أنا مش عايزة أفتكر الموضوع ده تاني، لو سمحت سيبني أروح شغلي بعد إذنك. جرى ايه يا هلال؟ جرى ايه؟ ده احنا بقينا نقعد في الارشيف اكتر ما بنقعد في مكاتبنا. ما هو ده شغل وده شغل برضه يا دراس. شغل ايه ده؟ بقول لك ايه يا هلال؟ افضل حاجه ان انت تنسى موضوع مريم والمذكرات بتاعتها دي خالص. انت مش قلت لي قبل كده ان مريم دي كانت بتتعالج عند دكتور نفسي؟ يعني الله يرحمها كانت لاسعه، ما ينفعش تثق في اي كلمه هي كتبتها. في اللقاءات اللي انا شفتها لمريم كان يدل على انها في حاله معنويه كويسه، كانت متفائله باللي جاي. انا بس لو لقيت اي قضيه من القواضي اللي كتبت عنها مريم هحس ان انا ماشي صح. قواضي؟ قواضي يا جدع انت؟ هي ممثله ولا محاميه؟ لا يا اخويا خلينا نركز واكل عيشنا احسن. اكل عيشنا؟ انت ليه محسسنا ان احنا بتوع طرش؟ الله، ما ده شغل وده شغل برضه. يلا دور معايا يمكن نلاقي حاجه تخص مريم. يا جدع انت، هو مش مؤلف الرواية قال لك إن هي كانت متأثرة قوي بالشخصية اللي كانت هتمثلها في الفيلم، عشان كده كتبت الأسامي برموز وحروف؟ يعني حتى يا هلال لو الكلام بتاعها حقيقي صعب جدا إنك توصل للأسماء اللي هي ذكرتها. ما أنت لو قريت البلاوي اللي في الكتاب كنت اهتميت، إنما نقول إيه؟ الاهتمام ما يطلبش. لا ما اسمحلكش. لا لا انت ايه هتسوق فيها ولا ايه؟ وصلك للاهتمام ما تطلبش الكلام ده؟ طب انا هسيبك بقى واروح اشوف اكل عيشي. اكل عيشك؟ اه. طب بكره تيجي بدري عشان ترش قدام المحل. تتريق عليا هلو؟ سلام، انا هسيبك في الوهم اللي انت عايش فيه ده وانا مش عارفك يعني.